اللي ما هي ناقصها طوابع. شو؟ جيب طوابع من برا ورجع. شو اجنا اليوم كسر لي؟ ما انت شايف الشغل امس. طيب ما اجنا اليوم خمس دقائق. لا لا بالله عليك تروح بالله عليك. بدي اروح اتوضا تبعي. اخوي انت عندك هون الصورة مش واضحة، لازم صورة خلفية بيضة. عسلي يا حبيبي. تجي ولا لا؟ صورة خلفية بيضة ها؟ تجي ولا لا؟ يا زلمة انت هسه بطلت تصلي غير جماعة؟ خلص روح توكل على الله يا زلمة. ضمير ضمير. ضمير بينبط. شو هاليوم هذا؟ طلع الناس كيف نمشيهم؟ كل يوم في ناس يا زلمه. يا عمي اوكي على عيني وراسي. اخبرك وين اياد؟ هيك لا. يا اياد. صديقي شهادات الوفاء على المكتب الثاني هناك. يصلي. يا اخي قوم صلي وارجع، اتوضا وصلي وارجع، هذول يعني اكثر شيء ممكن تعمله، اما ايش تمر على الموظفين؟ دقيقة هيك. قوم ساي اذن. اياد. شو تصلي؟ مين شو؟ اشوف مؤيد؟ شو بدك بالعالم؟ انت اخذت وقت تقوم توقف الموظفين، اخذت وقت زياده، برجع بقول لك كنت اصلي، انت ما كنت تصلي، انت كنت عامل قصه، انت عامل بريك لحالك، قوم اسحب حالك، صلي وارجع، توضى وصلي وارجع، صار مسؤول الوضوء، صار مسؤول الصلاه، صار بده يعمل حلقه، لو انه خرج الدوام بصليش، اما وقت الصلاه بس بده يعني، غير اللي بده يرتب المكتب تبعه، صار عنده مق، من ايمتى بتشرب مق انت؟ من القناه كنت تشرب، من القناه، صار عنده مق بصير يمسكه هيك، وحد الله يعني. يا حبيبي صبرك علي شاف الأزمة. تفضل حبيبي ايش عندك؟ واحد الكاونتر واحد بس. الشباب بيصلوا يا اخوان، صلوا على النبي. شو الصلاة؟ صديقي بدك طوابع انت، ست طوابع من برا. هذا مش مرات مش شيء. ما معك صور شخصية؟ روح تصور من تحت. خلفية بيضة ها؟ ست صور. لو سمحت ممنوع التدخين بس. الحمد لله. اعطيني اعطيني اعطيني. ايش بتدخن؟ من اول اذا ممنوع التدخين، انت بدائرة حكومية. والله بتضايق. تفضل بسبري صار. بدك شهادة ميلاد مصدقة؟ على مكتب ستة عند الصبية هنا. ماشي. تفضل حبيبي. بس خلينا نمشي الشب. الله معك. يعطيك العافية. غالبك بدي شهادة وفاة للوالد. شهادة وفاة؟ معك الحجة؟ حجة الوفاة؟ اه. شو اجيب لك ابوي عامل هيك؟ مالك يا رجل؟ أي ساعة مات؟ ايه بتفرق معك على الستة؟ ستة الصبح ولا ستة المساء؟ بتفرق هاي كمان معك؟ اها والله ستة الصبح بسمع لحسين جسمي كان. اها حلو. تنهل. شو سبب الوفاة؟ جلطة. وين دفنتوه؟ ورا الجبل. ليش؟ المقبرة هناك. بتنهف كمان؟ لا نهف الولد. طيب حبيبي الله معك، المعاملة تبعتك مرفوضة. شو مرفوضة؟ بدي شهادة وفاة. بدي صاحب العلاقة يكون موجود. شو صعب العلاقة؟ سيبكنا من المزيح. الله يعطيك العافية. توكل على الله حبيبي جد بحكي. إذا مشينا يا مواطن لا مشيني. مشيك توكل على الله. إذا حتى وأنا عايش مش محترميني. ألو. ولا أبوي هو أميت محترمينه؟ ألو شو الأحوال هاي يا زلمة؟ شو هذا مين؟ وين إحنا؟ وين عايش أنا؟ طيب بقول لك شو الموظفين هذا؟ وين دارس هذا؟ قاعدين نحكي تليفون ما أنت شايف. اسمعي بقول لك مرة واحد مات أبوه دفنوه ورا الجبل، تعرف ليش؟ لا لأن المقبرة هناك. باي باي. تفضلوا يا شباب. سافا كيفكم يا جماعة؟ يعني موضوع الأحوال المدنية متى بده ينحل مش عارفين، لأي سنة مثلاً؟ أي سنة إيش السنة المناسبة اللي ممكن تنحل هاي المشكلة بالأردن؟ 2000 وكم؟ 3000 وكم؟ إيش في؟ بدناش نحكي عن المعاملات الطويلة والميراث والقصص هاي، عم ببدأ عن موضوع هوية وجواز سفر. مرحبا معلم، أرجع بعد ساعتين، بترجع له بعد ساعتين بيقول لك بعدها مش خالصة، بترجع له بعد 3 ساعات بيقول لك زمان خلصت، تعرفش لمين؟ فيش مدير الأحوال والموظفين المهمين ما بداوموا غير إذا الملك زارهم فجأة. طبعا ركز لي على موضوع رئيس الوزراء هسه، اذا زارهم فجاه ركز لي على موضوع زياره مفاجئه. تلاقي الكل لابس بدل، سبحان الله جرافاتهم فرايحيه، كل مصورين المواقع الاخباريه موجودين، زياره مفاجئه. ركز انت والارقام، تعيد الارقام هاي شو اسمها؟ هي اسمها تعيد الارقام، بتصير تشتغل. مع ذلك وهي شغاله كل الامور عنده بتضل نظاميه، يعني سبحان الله حتى لو في ارقام والمراوح شغاله والامور طيبه وبيستنوا بزياره وكل شيء تمام، لعند الارقام بيصل خلص اسراء احمد علي خالد شكري محمد، ما في ارقام 43 44 مش في صوت بيطلع لازم اصيح. اسمع خلص خذهم من عند تاع البوفيه. ليش تاع البوفيه؟ ما اجي اخذ هويتي من تاع البوفيه؟ تاع البوفيه اللي بتشوفه بكل مكتب الله يرزقه يعني، بس مش ضروري تمر من جنبي بالله شوي معلم. شو الدور بروح علي ابدا امرق بلكي بقعد كاسة الشاي الحراقه هاي اللي كثير بتغلي علي. تفضل. مش في مكان تعمل فيه شاي؟ خليك هناك، اللي بده اي شيء بيجيك، ريح حالك، مع انه واسطه قويه انت يا اخي. بنعرف يعني كميه الضغط اللي عليكم، بس حسوا فينا كمان. دائما بتفوت بتلاقي 14 كاونتر في موظفين، وين الباقيين؟
فيش. انا شايف انه عن جد والله لو في ثلاث اربعه قاعدين قسما بالله تحل المشكله. يعني عادي ممكن تمرق بنت قدامك اوكي مش مشكله، الثاني اوكي مش مشكله، الثالثه يضمهم وانا بضل لو في 19 بنت انا ما بيجي دوري. هذا هيك الموضوع استطراد نطلع عنه. هيك البنوك صايرين بالمولات، تقعد ساعتين بالمول ساعه نص ساعه ايش وقت الغداء، بعديها بتفتح تلاقي اربع كاونترات في واحد 90 واحد قاعدين. ليش كم رقمك 73 وانت 42؟ يا حبيبي يعني بروح بغير بصل اربد من عمان لاربد، بسحبهم من اربد. في هذا اللي بكتب على المربعات، يعني تجيب لك المربع شو ها شو التكنولوجيا هاي، مربع صغير عليه رقم عليه ختم اللي دافع 20 ليره اذا انسى في راح الجواز. شو في اللي تحت هذول شو بيسووا؟ مين شغل طاوله حطها وعليها ورق وبكتب وعبي المعامله كم نفسي؟ يعني بقدر اخذ ورقه انا وعبيها بخط ايدي احسن من خط ايده وحط عليها طابعين بربع ليره واقدمها. ليش انت بتعمل لي اياها بليرتين؟ طب بلاش يا سيدي، انت مين المسؤول عنك؟ شو الهيئه الدائره المسؤوله عنك؟ وين المراقب عن العالم هاي؟ تعال معلم صوره خلفيه بيضاء اطلع بتطلع شكلك زي الجزره مش مشكله، هاي كل العالم تقريبا مش مشكله. اما مين انت بتاخذ ست ليرات وليرتين وثلاث وطوابع وتخلص لي اياها؟ مندوب مرخص اوكي، اما شايف اللي بصيح او اللي قاعد اول او اللي قاعد قدام؟ بقدر انا بكره اجيب طاوله واقعد عليها واعمل نفس الشيء ولا لازم يكون في لي مربع؟ بعرف واحد جاي يجدد دفتر خدمة العلم كره الدنيا، جاي عليه بيقول لي تروح معي، قلت له وين اروح؟ روح روح لحالك، انت جاي انت جاي من السفر انت حر روح. مل يأس الواحد صار لازم يحكي مع واحد مسؤول عشان يعني له مرحبا يا اخي حكم مداوم بالله عليك قول له الهوية، عم ببدأ هوية تخيل كيف لو بدي قصة. السبت مش فاضي والله ليش؟ طالع احوال ليش؟ معروف تروح على 8 لسه مش عارف 9 على 8 او 9 لسه مش عارف، السبت بتعطل لسه مش عارف برضه يوم كامل للساعة 2 انت تاخذ هوية خلص خلص يومك. وين كنت بالاحوال والله؟ ليش اجازة والله بالاحوال كنت؟ عذر هلكونا بطاقة ذكية، بطاقة ذكية شو طلعت؟ بس بصورونا عندهم والصورة بتطلع زي شبه المرحوم حسن الاسمر الله يرحمه، واقفين على الدور يا اخي بتعرف فلان سلم عليه قول له دقيقتين بمشيك تجيبه لعندك ورجيني انه يعني كثير بعزك تعال اخبارك فاطمة حبيبي على راسي بس سوري بالله لانه حبيبي تعال بنتك تجوز قبل سنه شو بنت بارك له بارك له بس شو في الو هو شو اسمه في اسمه منذر هون تعال يا زلمه لا يا زلمه لا مش هيك عندنا في ناس صافي غلط في ناس قايمه قايمه تحت انت شو ساعه بتفطر سندويشه لو تغميس بحكي الولد اخذ راحته فك القام حط سندويشه ماسكها لك ساعه ساعه صلاه ساعه كذا مو كل دوامك 8 ساعات 7 ساعات وانت قاعد واحد صار يجي من دبي اجازه اسبوع بخلص اجازته بالاحوال بفوت بطلعش ليش بده ثلاث اربع اوراق طالبين منه على كم هويه فيش وين اجازتك ولا قضيتها بالاحوال اضعف الايمان غيروا العلم اللي فوق اذا حطوا علم جديد سلامتكم